أن نتلو شعرا عن الشعر، فهذا قول المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. شاعرتنا السيدة هيفاء الأمين شاعرة من جبل عامل، تحمل شهادة البكالوريوس في الإعلام، وهي منسقة في اللجنة الثقافية وجماعة الأدب، ومسؤولة إعلامية في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أبو ظبي، منسقة ومسؤولة إعلامية في جائزة الشيخة شمسة بن سهيل حرم رئيس دولة الإمارات، عضو في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ولبنان والسودان والأردن والجزائر، عضو في اتحاد النساء العالمي ومؤسسة الوطن العربي الإعلامية في مصر، سفيرة الإعلام السلام وسفيرة الإبداع الثقافي والأدبي والعالمي، ولها مطبوعات عدة بينها الاتصال الجماهيري، ديوان دهشة الحكاية، ديوان تراتيل العشق، يوميات هيفاء الجزء الأول والجزء الثاني، ضحكة وجع والكثير أيضا. لنرحب بالشاعرة هيفاء الأمين. السلام عليكم الحضور الكريم، الضيوف الأعزاء، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم شعر، مساءكم سحر الكلمة النابعة من القلب التي نقتصرها بشكرا كبيرة ولا تكفي، شكرا للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون والمنتدى الثقافي في ديربون. شكرا كبيرة لسعادة السفير دكتور علي عجمي الذي أتاح لي فرصة الوقوف بينكم ومشاركتكم هذا اليوم، هو وزملاء الفكر والأدب. وشكرا لجميع الحضور والشخصيات التي تكرمت وشرفتنا بحضورها ومشاركتها، وشكرا خاصة للأساتذة المنظمين والمشاركين في هذا المنطقة على أرض المحبة هنا، على اختلاف اللغات، على اختلاف اللغات والثقافات التي توحدها الكلمة الشفيفة المحبة من هنا، من على منبر الشعر، من على منبر الكلمة العابقة بالألق، من على منبر الثقافة في دار الثقافة بديربرن بأمريكا. سأبحر معكم بسفينتي، أتمنى سفينة شعري أن ترسو في قلوبكم وميناء أفئدتكم الفواحة ثقافة وأدبا. وها أنا الآن، يعجز قاموس الشكر عندي وعلني أجد بعض الكلمات والحروف اللائقة بمقاماتكم الكريمة والرفيعة وهاماتكم الناصعة. أعذروا الحروف فأنها تقف عاجزة أمام ملوكها من الشعراء والكتاب والأدباء والمؤرخين والأساتذة الجامعة الذين ألحقونا بمحاضراتهم اليوم. أقول حينما تتصاعد أنفاسي للسماء تلامس قمم الفرح والدهشة، فأغمض عن كل شيء يزعجني وأحملق في دفتري وأمسك قلمي وأغمس روحي في محبرتي وأقص حكاياتي التي تركت أحرفها فوق هدات مكتبي، أرسم الأمل وباقتين من الورد، أنار حياتي وأنسوني ما حولي وأسترد أنفاسي بحروف عشقهما وأعيش في عالم الحروف البريئة. وحينما أرفع وجهي عن ورقتي أجد كل ما كتبته مجرد هذيان، وأعود تلك العاشقة التي أحبت من كل قلبها ولم تدرك لحبها سوى الفقد، سوى الحرمان والليل الباهت الطويل. هذه قصتي، وفي العتمة المظلمة وليلها الطويل ولقلبي وقلمي تحت ضغوط لم أتخيل أنني أنا من يصوغ هذا السطور ومن ستلقيها الآن أمامكم، أتمنى أن تعجبكم. عشق، تكلمنا مع العشق فقال العشق كتفني، تكلمنا مع الحب فقال الحب ذكرني،
وأقسمنا على الشوق فقال الشوق أنقرني. شكوناه إلى الوجد فقال الوجد حيرني. كتبنا عنه مكتوبا فقال الرك أهملني. وأبكى عيننا دهرا فقال الدمع كدرني. علمت بأنه قاس فقال الكتم آلمني. سألت الله يهديه فقال العقل أبهرني. سألت العين عن نوم فقال الجفن أيقظني. وراح الوقت يشكوه فقال الوعد ماطلني. وكان الذهر يطريه فقال الشوك كسرني. زوائب شعره ليل فقال الليل أظلمني. يفيض عن ابتسامات فقال السن مازحني. وجفن زانه هدب فقال القلب بي كلف. فهل أطمع يسامحني ويذكر أن بي قلب على الهجران عودني. سأبكي من شجم بالقلب إذا ما قيل يذكرني. فديتك فدتك الناس يا ناسي ودادي. سقاك المزن من ماء الغوادي. نساك القلب في بعض الليالي وجادل في هوى حبي مرادي. وقاك الله من حسد وبين وعلى شأنكم بين العباد. كفى روحي سؤال الناس عنكم كمن يسأل فلا يعطيه جادي. تكاد لعشقكم روحي تنادي. ألا يا حاكمين على البلاد. تكاد لعشقكم روحي تنادي. ألا يا حاكمين على البلاد. حباكم ربكم بجمال بدر كأن جمالكم ظبيا بوادي. سأبكي إن بدا يوما عليكم علائم هجركم حركت فؤادي. سألت الله أن يحسن إليكم فحلتم بين عيني والرقاد. وسألت عند فرقتكم عيوني على حب سرى والليل هادي. كففت الدمع يا رفقا بقلبي. يزور الدمع عيني في الوساد. بثثت الشوق أنهارا وفاضت. سألت الوجد هل ترعى عهادي. فرد الشوق أني لست أدري. سأبرأ من هوى فاق اعتيادي. نسى كلفي بها عذرا لأني فضحت الاسم في حضر وبادي. ركبت العشق حتى بان مني شحوب الوجه أو رشف الأيادي. شققت الروح كي تبقي عليه. أرقت وراقني طول السهاد. رعاه الله محبوبا سلاني. شققت البيدة لم أعرف قيادي. أنا ما بعرف إذا مش عجبتكم القراءة. إذا تلحقتكم بس قولوا لي. لأني ما عارف. معلش أنا أول مرة بقرأ شعري. إن شاء الله يكون عجبكم. شوق. أقفلت باب الحب بعدك سيدي. قسما بربي أن هذا مقصدي. كفت عيوني عن لقاء أحبتي. سالت عيونا أنت فيها شاهدي. باحت بسر أقسمت كتمانه. كتبت بعتب شوقها المتجدد. شكت المرابع أن حبك غادر. شتما بقفر دارس بل بائد. علمت بأن شقائقا من عشقها كانت تقول بأن عشقك عسجد. وعلى قباب الشوق شعت فتنة بانت فضوء البرق منها يبتدي.
فتت شغاف القلب، فتت شغاف القلب من أفعالها، كانت تحس ففت ذاك تجلدي، رحلت رحلت إلى دار بقلب حبيبها، سألت جواري أين صدق الموعد، سكتت عن العزال تحسب أنها بانت بقفر يختفي عن حاسدي، رحلت إلى دار بقلب حبيبها، كانت تقرب نارها من موقدي، وتكاد تحرق قلبه بلهيبها، والقلب يقسم بالحجى والمسجد، شقت نسائم حبها أعرافها، رقت كنبت حركته باليد، شكت العوازل عزلها وفعالها، كتبت بدمع حنينها المتوقد، شحت مناهل حبكم فتداركت، تدعو وتقصد في ذعاء الواحد، كفت عن الشكوى لأن شكاتها كانت تحرق كبدها بتعمدي، من لي من لي بطير في الفلات مغردا، شفت بلابله وضلت موردي، عشق الحبيب فدته روحي بالذي سالت له أنحاء روحي أو يدي. هاي القصيدة عجبته للدكتور علي، بتمنى تعجبكم. شفتاه خلص بدها تعجبني إذا بلش العنوان. شفتاه شفتاه إن سئلت بلا خجلي، أنا التي ريقها أحلى من العسل، قالت تخاطبني من أنت يا دنف، فقلت يا حب أنتم منتهى أملي، تكفي مخاطبة تكفي